جديدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كي دايرين مع الصيام؟ كي دايرين مع الجو؟ كي دايرين مع الحجر الصحي؟ رمضان والدار، ما كاين لا خروج لا دخول، لا قبل المغرب لا مور المغرب. المهم الكبيدات، نتمنى تكونوا على خير. فانا صراحه ما بديتش معكم الفيديو من الصباح كيف ما موالفه. هذه العشيه، هذه راهي الرابعه ديال العشيه. المهم اليوم صراحه ما درتش شي حاجه وما وزدتش، ما وجدتش زعما شي حاجه اللي باش نشاركها معكم. فدرت نفس الطريقه اللي درت البارح الدجاج، درتها اليوم، سوف كو درت لاغيكو، درت بطاطا والبروكولي، درتهم في سوطي في واحد المقله، ودرت خلاص شليضه ديال لافوكا، فروماج، طون، مايس، الخس. المهم حتى من بعد نوريكم هذا الشيء. صافي، هذا مكان الكبيدات. المهم انا راني ديجا دابا درت الدجاج، عاين نمشي نوريه لكم. انا ديجا كي قلت لكم الكبيدات درت الدجاج، هنايا هو كيطيب ولا بحال هكا. درت ثلاثه ديال لي كويس، المهم شرملين بالسوجا، الموطار، الزعتر، وهاديك الشيء، ودرتهم في طيبوا دابا في الفران. خلاص الشلاضه راني وجدتها وصافي. الكبيدات نوقف لكم حدا البالكون، يبان فيا الضعف، وليت كنبان بحال استدعى هاد اليومين هادي. المهم الكبيدات دابا انا الماكله راني صوبتها، عندي هنايا لي كورس، عاد جابهم راجلي في الصباح، عاد خصني نديزانفيكتي، فخده ليا صراحه الزيت، هذيك الزيت اللي وريتكم البارح، البارح ولا البارح شمونس ديال العيشة، فمشى خده ليا منها كوغ ربعه وحدين اخرين باش تبقى ليا زعما في الدار. اصلا ملي دقتها المذاق ديالها مزيون ماشي خايب. المهم غادي نديزانفيكتي هاد الشيء، هاد لي كورس، وها انا معكم. المهم الكبيدات دابا غادي ندير جافيل في هاد الطويصه، وكنبقى نديزانفيكتي هاد لي كورس كاملين، هاد لي كورس كاملين كنديزانفيكتيهم بجافيل. ندور واحد شويه التليفون هنا. هذا الزيتون البن، فين هو الزيت؟ قال لي جبت لك ربعه، كان شفت غير وحده. ها واقيلا هبطهم دوزهم للبوكس، نيشان دارهم في البوكس باش بلا ما نبقى معمره بهم الكوزينه. اصلا الكوزينه راهي صغيره، دايره بحال واحد بحال ديك البواطه ديال السردين صغيره. المهم خلى لي غير وحده، حيت عندي ديجا وحده في محلوله، طلع لي وحده، والاخرين داهم لسميتو، حطهم في البوكس باش ما تبقاش معمره علينا هنايا. المهم البنات، انا توستي فخوي وهاداك الشيء اللي كيتاكل كنعمر بانيو، كندير فيه الخل، وكنغسل مزيان بعدا هاد لي فخوي والخضار وكلشي، كندير بانيو حتى كنغسلهم مزيان، عاد كندير بانيو كندير فيه الخل، وكنحط فيه هاد الخضره اللي مغسوله واحد شويه، واحد 10 دقائق 5 دقائق في داك الخل، من بعد كنشللها ونخلي كلشي كنمسحو ونرجعو للثلاجه. دابا جاب ليهم هاد الشكلاط وهاد الشيء هذا للدراري، فتا هو غادي نديزانفيكتي كلشي. خلاص البن، قلت لكم انا راه رمضان ما نقدرش بلا البن البنات، الطبله ديال الفطور خاصني ضروري البن، ريجيم ولا ماشي ريجيم، المهم خاصني البن. دابا غادي نديزانفيكتي هاد الشيء. دابا غادي ندوز نصوب العصير. المهم هنايا دايره كيوي، دايره مونداغين، هاد الطريف ديال جونجون حتى نقطعو، دايره دي غوندير هكا ديال سيترون اللي بالقشره ديالهم، و اناناس. فوالا غادي نقطع هاد الطريف ديال سكينجبير. دابا غادي نحل هاد لاسيله. فوالا غير شويه، ماشي بزاف ديال العسل. وغادي ندير جو دورونج. فوالا البنات، ها
واي سي ميو طبيعا في دابا غادي نطحن هاد العصير الكبيدات. فوالا البنات من بعد ما تطحن غادي نعمرو في هاد القريعه وغادي نديرو في الثلاجه حتى يوصل الوقت ديال الفطار. المهم البنات في الشلاضه ديال اليوم درت لافوكا، درت فخوماج هذا اللي مقطع مربعات، درت الطون كورنيشون مايس والخس وهاديك والمايس. المهم كندوي معكم كندوي معكم مع راجلي. وهنايا عندي بطاطا وخيزو اللي سلقتهم، فغادي ندير واحد المعلقه ديال المايونيز على هذا الشيء نديرو جوج الف صافان. وغادي نديرو هاد المجموعه من البوافغ نوار والحامض مليحه، وغادي نخلط كلشي دابا مزيان. البنات غادي ندوز نشارك معكم واحد العصير كنصوبو بالجنجوب هذا. البنات كيبرمي انه كيضعف صراحه، فريمون كيضعف البنات، ولكن ماشي تشربيهم وديري لا حركه لا حتى شي حاجه ويحسب راسك راكي غتضعفي. راه الضعف راه الا ما كانش واحد الحميه غذائيه ولا غير تنظمي الاكل ديالك وديري حركات رياضيه راه ما عمرك تضعفي. راه ما تبقاوش البنات كتسمعوا هذيك اللي جابت لك كاس ديال القرنفل راه غيضعف، كاس ديال الجنجمبر راه غيضعف، راه داكشي كامل ما منوش. والله ما قفلتي لا فورتي، اللهم درتي حميه غذائيه ودرتي الرياضه راه والله ما تضعفي البنات. بلا ما تبقاوش كتسمعوا اللي قال لكم شي حاجه شربوها كتشربوها. المهم هاد العصير هذا راه فريمون كيحرق الدهون، وان بلوس دو سا زوين زوين بزاف. المهم شنو غنحتاج فيه؟ عندي هذا، عندي جنجمبر هذا اللي فخي، وهنايا عندي ليمونه اللي قطعت هكا طريفات، وهذا عندي النعناع ماشي النعناع العادي، هذا لا مونت بوافغ. يا البنات كيعطي واحد المذاق في هذا العصير كيهبل كيهبل فريمون. فانا كنلوح هاد الوريقات كنلوح هاد الحامض كنلوح كلشي في دقه، كنشد جنجمبر كنحكو، مني كنحكو كامل كنزيد تقريبا يترو ديال الماء. المهم باش كيعمر ليا هاد الكويس هذا كنشرب فيه يومين، يعني هاد اليترو هذا كنشربو يومين. انا يلا خويتو دابا يلا تغسل، كنبزل فيه واحد شويه هنايا تغسل، ودابا خاصني ندير واحد اخر جديد. المهم هذا مثلا غادي نشرب منه من دابا حتى للسحور، وعاوتاني غدا ما في المغرب وفي السحور وصافي، وبعد غدا خصني عاوتاني ندير. المهم كندير الماء طايب اللي مغليه، وكنشعل البوطه كنخليه يغلي حيت الماء كيكون ديجا مغلي، كنخليه يغلي واحد الخمسة دقائق، ربعة دقائق خمسة دقائق هكاك. المهم ماشي بزاف غير باش هادشي يطلق مع بعضياتو. المهم كنحك، ما غنحكش بهادي نحك بالاخرى، انا قلت غادي تجي سهله. غادي نحك بهادي غادي نحك، من بعد غادي نغطيه، غادي نغطيها الطنجره وغادي نخليها كيف قلت لكم تغلي ومن واحد 4 دقائق 5 دقائق، ونخليها مغطيه هكاك ما نحلش عليها حتى يبرد هادشي مزيان. ملي نطفي عليها وتبرد داك الساعه غادي نخويها بكلشي ديالها، ما نصفيش الماء ما حتى شي حاجه، هادشي كامل غادي نهزو هكا وغادي نخويه في هاد الكاس هذا وصافي، وغادي نخليه يبرد من بعد حيت هذا ما عنديش الغطايه ديالو، كنغطيه غير بالسلوفان وكنديرو في الثلاجه. المهم هذا هو العصير اللي كنشربو انا دائما 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 دائما. تقدروا تزيدوا فيها البنات حتى اتاي الشاي الاخضر، تقدروا تزيدوه فيه، مي انا على حسب صراحه، مره كنزيد فيه اتاي مره ما كنزيدش. تقدروا تزيدوا فيه واحد ثلاثه ديال العريقات ديال القرنفل مزيانين حتى مع هاد الوقيته هادي ديال الفيروس وهذا، فتقدروا تزيدوا فيه واحد جوج ديال عود النوار. ها هو غادي نزيد معكم، ما كنتش غنزيد ولكن غير باش نوريكم بحال هكا، ندير غير شحال خمسة، هي خمسة ديال الحبيبات ديال عود النوار وصافي. دابا غادي نشد هاد الطنجرة هكذا حتى تبقى تغلي مزيان واحد الخمسة دقائق. الله يا البنات على رويحة فغيمون، غزالة 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 طالعة منه كتهبل فغيمون.
وداك الريحه ديال النعناع، النعناع ديال الفليو، واحد الريحه فيه فنه طالعه غزاله. المهم دابا غادي نغطي، غادي نخليه يغلي واحد 4 5 دقائق، ومن بعد نطفي عليه ونخليه يبرد ونخويه كامل بداك القشور بداك الوراق ديال النعناع بكلشي في هذا الكاس، ونخليه يبرد من بعد نغطيه ونديرو في الثلاجه. غير هو البنات نصيحه لكم، ما تشربوش بارد، شربوه سخون من الاحسن. فانا كنشربو سخون، كيعجبني سخون. بغيتو تزيدو فيه مثلا العسل، تزيدو فيه العسل. انا حتى كنخويه هنايا كندير واحد المعلقه كبيره، با بلوس، غير معلقه كبيره ديال العسل. صافي انا خرج دابا، غادي انا وادم خلاص. ادم برافو عليك ولدي، لي موتيفي كل نهار سبور، كل نهار كل نهار. اون بلوس كيصوم رمضان، مني بدا رمضان وهو كيصوم. دابا غادي نحبس هنايا، غادي نمشيو نجريو 30 دقيقه، ومن بعد عاد غادي ندوز عاوتاني للدار نهبط لي طابي وهاديك الشيء، وعاد غادي نوليو نجيو عاوتاني لهاد البلاصه. يلا هالكبيدات ديالي هانتوما معايا. المهم عييت والله الا عييت. المهم البنات هانتوما شفتوا. المهم انا راه كنخرج ولادي معايا بجوج، اميره والله العظيم اميره براسها كتجري معانا، يعني ماشي كتخوتيني مي كتجري فريمون الجره ديال بصح، وتبارك الله الحمد لله كتبغي الجره، كتبغي تجري كثر شي مني كتشوفني انا كندير الرياضه ولا هذا، حتى هي كتحمس وكتبغي دير الرياضه. فنصيحه لكم الخوت بقاو ديروا الرياضه مع وليداتكم، باش هكا كيطلعوا محفزين وكيطلعوا باغيين الرياضه. انا ولدي راه مني كانت عنده 4 سنين، من 4 سنين ديجا دخل لاصال. واخا بعض المرات كيلاشي، ولكن هو عزيز عليه الماكله فريمون، كيموت على الماكله ولدي. ف كنخليه ياكل ولكن ما يقطعش السبور ديالو باش كيبقى ستابل. المهم جرينا البنات 30 دقيقه، جيت درنا 3 ديال لي سيري. هذوك 3 ديال لي سيري راه فيهم علينا نقول 41 دقيقه، 30 دقيقه ديال الجرى و 41 دقيقه ديال لي زيكزارسيس. المهم انا وريتكم الى السيري الاولى شنو كندير، صراحه ما وريتش كل شيء حيت ما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف، فوريت البعض منهم. شي نهار غادي ندير فيديو خاص بلي زيكزارسيس اللي كندير وخاص بلي بالسبور اللي انا كنعتمد عليه، مثلا الي فا فار دي زابدو كوتي دادام. الكتاف، لي بواترين، الظهر، لي فيس، لي كويس، لي زابدو. ف ان شاء الله شي نهار ندير لكم فيديو خاص على لي زيكزارسيس اللي انا كان اللي انا زعما معتمده عليهم دائما من غير الجره. الجره خلاص دائما اوبليغاتوار، الجره سي تري 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 بيان. عندكم البنات لا كوردا سوتي والجره واعرين، هادو سي دو كارديو ومزيانين بور لا سونتي، مزيانين لا سونتي ديالنا. دابا الكبيدات شحال هادي في الساعه؟ هادي 8 9 دالارب، 9 دالارب. دونك صافي حنا سالينا، دابا غادي نطلع للدار. يلا غادي نغسلو غيدينا، نخلي راجلي يغسل بنتي، ولو ادم خلاص غادي يدوش، انا ما ندوش حتى نحط طبله. المهم بالزربه غادي نحط طبله حيت كيودن مع 9 تفاصو. حنايا حدا الدار، الدار ها هي هذه راه هي
هي حدا الدار. المهم غادي نطلع نوجد الطبيله ومن بعد ندوش الا بقى ليا الوقت، حيت اليوم فريمون خديت الوقت بزاف في الرياضه. موالفه كنطلع للدار على الاقل 10 دقائق قبل باش هكا كندوش كنحط الطبله وهاديك الشيء. ديجا كنخلي الطبله محطوطه، غير المهم داكشي الاخر اللي غيتسخن غيتسخن. عرفتوا يا البنات حلقي نشف فريمون، اليوم جاني العطش، جاني بزاف 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 العطش، اكثر من الايام، اكثر من هاد 3 ايام اللي فاتوا جاني فريمون العطش. المهم الحمد لله ما بقى والو. داكشي علاش ما كنديرش سبور في النهار، كنخلي حتى كتقرب المغرب، حيت كنعرف راسي كنتهلك فريمون كنتهلك، باش غير كنطلع يلاه داك الوقيتة اللي كندوش كنطرب حالتي كنتوضى كلشي صافي، المغرب كتبدا ديك الساعه كنجلس ناكل. وصافي الكبيدات دابا غادي نخليكم نتلاقاو في الدار باش نوريكم الطبيله اللي وجدت ديال اليوم. يلاه بقاو معايا الكبيدات. الكبيدات ها انا طلعت للدار. المهم هذه هي الماكله ديال اليوم، العشيوه ولا الفطور ديال اليوم. هنايا كاين فخوده ديال الدجاج اللي في الفران البنات، حتى شي حاجه ما كنطيبها في المرقه او الزيوتات وليدومات، كل شيء في الفران. هذا درت له نفس الشرموله اللي درتها في الفيديو اللي سبق، الفيديو ديال البارح، ودرته في الفران. هنايا عندي لي زاغي كوش بروكسيل بطاطا وشويه ديال البروكولي. هنايا الشليضه اللي صوبت انا وياكم، هذه البنات لا سوب اللي بقات ليا من البارح. المهم سخنتها وحطيتها وصافي. هذا ما كان العصير اللي صوبت معكم هو هذا البينا. وصافي الكبيدات هذه هي الطبيله ديال الفطور ديالنا اليوم. نقول لكم صيامكم مقبول وبصحه فطوركم الا كنتو غتشوفوا هذا الفيديو قبل الفطور. يلا هالكبيدات ديالي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم، صيامكم مقبول وبصحه فطوركم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بسلامه.